من final exam July 2016 question 1 part A. Find the equation of a line passing through the point 2,5 and perpendicular to the line passing through the points 1,2 و6,5. يبقى عندنا point وعندنا ميل الخط العمودي على الخط اللي احنا محتاجينه. الاول نجيب السلوب لخطنا، السلوب للبربنديكولار لللاين المطلوب عبارة عن y2 minus y1 تقسيم x2 minus x1، وده هيساوي 5 minus 2 باعتبار السكند بوينت هي x2 y2 تقسيم 6 minus 1 x2 minus x1 يعني 3 over 5. حاصل ضرب الميل للخط المطلوب في ميل الخط العمودي بيساوي نيجاتيف 1. احنا عايزين الام، وعندنا سلوب اوف بيربنديكولار لاين، اذا الريكوايرد سلوب نيجاتيف 5 اوفر 3. دلوقتي حسبنا السلوب المطلوب وعندنا بوينت، نستخدم البوينت سلوب فورم y minus y1 يساوي الام في x minus x1، يبقى y minus البوينت الجيفن 2,5 يبقى 5 يساوي السلوب نيجاتيف 5 اوفر 3 في x minus 2، طرفين في وسطين يبقى 3 في y minus 5 يساوي نيجاتيف 5 في x minus 2، 3y minus 15 يساوي نيجاتيف 5x بلس 10. نودي ال 5x ليفت سايد يبقى 5x بلس 3y، نودي النيجاتيف 15 رايت سايد يبقى 10 بلس 15، إذن 5x بلس 3y equals 25، أو ممكن تقول minus 25 equals 0، وممكن 3y بلس 5x equals 25، ممكن 3y plus 5x minus 25 equals 0، كل الأشكال مقبولة، أي واحد فيهم يكفي. من final exam July 2016 question 1 part B. Find the equation of a line passing through the midpoint of the line segment AB. مدينا إحداثيات الـ E وإحداثيات الـ B. I'm making an angle pi over 4 which is 45 with the line segment AB. لو رسمنا الـ 2 axes x و y عشان نتخيل شكل اللاين المطلوب بشكل أفضل، 2 مع 0 في point A و 7 مع 0 بوينت B، وعايز اللاين يمر في الميد بوينت بينهم ويعمل زاوية 45 مع اللاين الأفقي اللي هو AB، يعني الزاوية دي باي أوفر 4. بغض النظر رسمت او ما رسمتش، الميد بوينت بين الاي والبي هيساوي 2 بلس 7 تقسيم 2 مجموع الاكس كوردينيتس تقسيم 2 ومجموع الواي كوردينيتس تقسيم 2.
يبقى عرفنا احداثيات الميد بوينت اللي يمر بيها اللاين اللي هي 4.5 مع 0. فاضل نعرف السلوب. السلوب اللي رمزه ام بيساوي تان الثيتا، يعني هيساوي تان باي اوفر 4 which is 45. احنا عارفين ان تان ال 45 بون. عرفنا بوينت وسلوب، نقدر نستخدم البوينت سلوب فورم لايجاد الايكويشن y minus y1 equals السلوب في x minus x1. y minus ال y1 0، السلوب 1، x minus x1 which is 4.5. نقول y equals x minus 4.5. إذن ال x minus y، وديت ال y right side وجبت ال 4.5 left side. يبقى دي الايكويشن المطلوبة. ممكن كده وممكن تضرب في 2 عشان تتخلص من البوينت 5، تقول 2x minus 2y equals 9. ايضا شكل مقبول، ان حد ممكن يعملها 9 over 2 بعدين يضرب في 2 عشان يتخلص من الدينومينيتور، فيمشي الحال كده ويمشي الحال كده. من final exam July 2016 question 2. Solve the following system of equations using Gauss-Jordan elimination. مدينا 4 equations و 5 variables. وبالتالي مش هيكون عندنا unique solution. ممكن يكون عندنا infinitely many solutions أو no solution لو ظهر معانا contradiction. نفرغ ال 4 equations of augmented matrix زي ما احنا شايفين. ال first equation 1 نيجاتيف 3 للإكس 2 1 1 2 والكونستانت 2، وهكذا نفرغ الفور إكويشنز. عندنا الفيرست رو فيرست إليمنت ب 1، عايزين نخلي كل العناصر في الفيرست كولوم بزيروز. هنضرب الفيرست رو في 1 ونجمعه مع السكند رو زي ما احنا شايفين، هيظهر 0 في الفيرست في السكند رو في بدايته. نضرب الفيرست رو في نيجاتيف 2 ونضيفه على الثيرد رو، يظهر 0 في بداية الثيرد رو. نضرب الفيرست رو في 1 ونجمعه مع الفورث رو، يظهر 0 في بداية الفورث رو. طبعا كل القيم بتتغير زي ما احنا شايفين. خلصنا الفيرست رو، نشوف السكند رو. بدأ ب 2 ليفت موست element عايزينه 1، نقسم السكند رو على 2 او نضربه في هاف، هيظهر لنا 1 في بداية السكند رو من جهة اليسار بعد الزيرو اللي موجود. عايزين فوق وتحت ال 1 زيروز، اوريدي تحتيه كله زيروز 2 زيروز. نضرب السكند رو الجديد في 3 ونجمعه مع الفيرست رو زي ما احنا شايفين القيم الحمراء، نجمعها مع الفيرست رو هيظهر لي 0 فوق ال 1 اللي في السكند رو. اما الثيرد والفورث رو فيهم زيروز، بس هنبدل الثيرد رو مع الفورث رو لان الثيرد رو كله زيروز. الفيرست والسكند رو ظبطوا معانا. الثيرد رو الليفت موست اليمنت يبدا ب 1، فده اللي احنا عايزينه، مش هنغير حاجه فيه، ولكن عايزين اللي فوقيه بزيروز. فنضرب الثيرد رو الجديد، نضربه في نيجاتيف 3 اوفر 2 ونجمعه مع السكند رو، ونضرب في نيجاتيف 11 اوفر 2 نجمعه مع الفيرست رو. يتعدل، تتعدل القيم، يبقى فوق ال 1 0 و 0، تتعدل طبعا باقي القيم كلها. وصلنا للريديوسد 4، عندنا 5 variables و 3 equations. طبعا الفورث رو كله زيروز كأنه مش موجود. نفترض ان الـ x5 عندنا x5 و x4
ال x4 function في ال x5 أو العكس. نفرض نعمل assumption ل x5 بيو، هيبقى ال x4 plus 3 x5 equals negative 1، يبقى زي ما احنا شايفين ال x4 equals negative 1 negative 3 u. عندنا x1 و x2 و x3 two equations one variable. نفرض ال x3 بt، يبقى ال x1 plus 11 over 2 x3 negative 29 over 2 x5 equals 21 over 2 زي ما احنا شايفين. بشوية تعديل الارنجمنت يطلع ان ال x1 equals 21 over 2 minus 11 over 2 t plus 29 over 2 u. من السكند رو يبقى عندي x2 plus 3 over 2 x3 minus 9 over 2 x5 equals 5 over 2، دي المعادلة اللي كتبتها هنا. شوية arrangement يطلع عن ال x2 equals 5 over 2 minus 3 over 2 t plus 9 over 2 u. ال t وال u ينتموا لل real numbers. طالما عندنا u و t ياخدوا قيم، وال x بقيه الاكس تاخد قيم بناء عليها اللي هي الاكس 1 واكس 2 واكس 4، يبقى كده عندي انفينيتلي ميني سولوشنز. من فاينل اكزام جولاي 2016 كويتشن 3، سولف ذا فولوينج لينير بروجرامينج بروبلم يوزنج جيومتريك ميثود، مينيمايز اند ماكسمايز، ومديني اوبجكتيف فانكشن وتو بروبلم كونسترينتس ونان نيجاتيف كونسترينت. نرسم التو equations بعد ما نحول التو inequalities لتو equations يمثلوا تو lines عشان نحدد إذا كان الأبر ولا اللور هاف بلين اللي معانا. 3x plus y equals 30، يعني y equals 30 minus 3x. x y نحط قيم للإكس وقيم نحسب الواي. لو حطينا الإكس بزيرو الواي هتكون بثيرتي، لو حطينا الإكس بتن الواي هتكون بزيرو، لو حطينا الإكس بفايف الواي هتكون فيفتين. تشيك الأول، نرسم اللاين ونشوف الزيرو معانا ولا مش معانا ونعمل تشيكينج بيها. لو كانتش معانا زيرو مع 30، 10 مع زيرو، وفايف مع 15 هنا كده، ونوصل لاين يمر بالثري بوينتس قدر الإمكان. نكتب معادلة اللاين اللي هي 3x plus y equals 30. الزيرو مش على اللاين فنشيك ب 0 و 0. 3 times 0 plus 0 equals 0 less than or equals to 30. فأوكي، يبقى اللور هاف بلين هو اللي معانا. نعمل له هاشنج طبعا في الفيرست كوادرانت فقط، لاني نتكلم على نان نيجاتيف كونسترينت الاكس والواي جريتر ذان زيرو. وبانتظار السكند انيكواليتي قول كلمتها. السكند انيكواليتي 3x بلس 7y equals 84، يعني 7y equals 84 minus 3x، او ممكن نقول ان ال y equals 84 تقسيم 7 12 minus 3 over 7x. أيضا قيم للإكس وقيم للواي. الإكس
بزيرو يديني 12y، الاكس ب7 يديني 9، الاكس مثلا 14 يديني 6، ولو الواي هي اللي بزيرو معنى كده 12 تايمز 7 تقسيم 3 يعني 28. يبقى عندنا اربع نقاط، محتاج النقطتين على الاقل 0 و 12، 7 مع 9، الاول 0 مع 14 مع 0 هنا كده 14 مع 6 مش مع 0، 14 مع 6 و 24 مع 0 و 7 مع 9، 7 مع 9 هنا كده على نفس اللاين يعني تقاطعهم، ونوصل لاين مفروض يمر بالفور بوينتس النقطة الثالثة اللي هي 14 مع 6 هل هي 14 مع 6؟ لو حطيت 14 فعلا مع 6 فمفروض يمر بيها، و 28 مش 24 المشكلة في 28 مش هنا 28 ده 24 26 20 حاجة هنا كده، مظبوط كده. يبقى هنا 28 نكتب معادلة اللاين اللي هي 3x plus 7y equals 84. محتاجين ايضا less than نعمل تشيك للزيرو والزيرو، 3 تايمز 0 بلس 7 تايمز 0 ايكوالز 0 ليس ذان اور ايكوالز 84 اوكي. فايضا ناخد اللور هاف بلين، lower half plane نعمل له هاشنج بلون مختلف، وايضا في الفيرست كوادرانت طبعا واضح ان الفيسبل ريجن هنا كده وعندنا 4 كورنرز 0 مع 0 10 مع 0 7 مع 9 و 0 مع 12 نكتبهم البوينت والبي which is 2x plus 7y عشان نطلع المينيمم والماكسيمم. قلنا عندنا 0 و 0 و 0 و 12 وعلى محور الاكس 10 و 0 والتقاطع اللي هو 7 و 9. ال 0 و 0 هيديني 0، ال 0 و 12 يبقى 84 اللي هو 7 تايمز 12، 10 و 0 يبقى 10 تايمز 2 ب 20، 7 تايمز نقول 2 تايمز 7 بلس 7 تايمز 9 ده هيساوي 63 وهنا 14 يبقى 77. اذا المينيمم اهو والماكسيمم اهو، نكتب ان المينيمم از 84 ات 0 0
and maximum equals 84 at 0 و 12. ودي إجابتنا. من final exam July 2016 question 4. Solve the linear programming problem by simplex method. Minimize ومديني C equals objective function ومديني 3 problem constraints و non-negative constraint. We'll set up dual problem, write initial system and simplex table. نبدأ بكتابة المتريكس A. عندنا 3 constraints مع الobjective function، يبقى عندنا 4 by 4 matrix x1 x2 x3. الفيرست constraint 20 مع 10 مع 10 مع 300. السكند constraint 10 10 10 200. الثيرد 1 10 مع 15 مع 10 مع 240. والobjective function 20 مع 24 مع 18 مع 1. نكتب ال A transpose ايضا هتبقى 4 by 4، ولكن هنغير ال variables بقى y1 y2 y3. كل رو هيبقى كولوم. ال first row 20 هيبقى first column. ال second row 10 مع 10 مع 10 مع 200. الثيرد رو 10 15 10 240. والفورث رو هيبقى فورث كولوم 20 24 18 1. دلوقتي نقدر نكتب الانيشيال سيستم، او نقول اول الدول بروبلم. الدول بروبلم بدل ماكسماي بدل مينيمايز هيبقى ماكسمايز. الاوبجكتيف فانكشن هتبقى بي بدل سي ايكوالز 300 واي 1 بدل اكس 1 بلس 200 واي 2 بلس 240 واي 3. وسبجكت 2 ونكتب الكونسترينتس اللي عندنا من واقع الجدول 20 y1 مع 10 y2 مع 10 y3 بدل greater than or equals 2 يبقى less than or equals 2 20. السكند inequality 10 y1 10 y2 و 15 y3 less than or equals 2 24. الثيرد انيكواليتي 10y1 مع 10y2 مع 10y3 less than or equals to 18. ان النيجاتيف كونسترينت y1 y2 y3 greater than or equals to 0. ده الدول بروبلم. الانيشيال سيستم هنضيف السلاكس initial system للconstraints. هيبقى عندنا 20y1 plus 10y2 plus 10y3 plus slack 1 which is x1 equals بدل less than or equals to 20. السكند انيكواليتي تبقى سكند ايكويشن 10y1 بلس 10y2 بلس 10y3 بلس سلاك 2 which is x2 equals 24. الثيرد انيكواليتي تبقى ثيرد ايكويشن 10 مع 10 مع 15
الثيرد انيكواليتي اللي فيها 10 مع 10 مع 10 بلس اكس 3 ايكوالز 18. الاوبجكتيف فانكشن ل 20 واي 1 هتبقى تروح ليفت سايد كل 3 ترمز 300 واي 1 هيبقى نيجاتيف 300 واي 1 ونيجاتيف 200 واي 2 ونيجاتيف 240 واي 3 بلس السي بلس البي ايكوالز 0. ونكتب النان نيجاتيف كونسترينت يبقى في اكس 1 واكس 2 واكس 3 اللي هم 3 سلاكس والواي 1 والواي 2 والواي 3 كل دول greater than or equals to 0. محتاجين بعد كده نملى التيبل السمبلكس تيبل عندنا y1 y2 y3 وx1 وx2 وx3 وb وهنا x1 x2 x3 وb. الفيرست ايكويشن 20 مع 10 مع 10 وسلاك 1 مفيش لا سلاك 2 ولا 3 ولا بي ايكوالز 20 وهنا 24. السكند ايكويشن 10 مع 10 مع 15 مفيش سلاك 1 في سلاك 2. الثيرد ايكويشن 10 10 10 مع 18 يبقى 10 و 10 و 10 0 0 سلاك 3 مع 18. الاوبجكتيف فانكشن نيجاتيف 300 نيجاتيف 200 نيجاتيف 240 مفيش سلاكس وفي بي ايكوالز 0. وبقى كده خلصنا مش طالب نحل. طبعا لو كان طالب كمان نسولف نكمل الحل نبدا بالنيجاتيف 300 الماكسيمم نيجاتيف ونحدد المينيمم ونحدد البيفت اليمنت ونكمل حل كالمعتاد في السمبلكس تيبل. ولكن هو طالب نتوقف عند السمبلكس تيبل. من فاينل اكزام جولاي 2016 question 5 let p of a equals 3 over 4 p of a given b equals 3 over 5 and p of complemental b given a equals 9 over 10 compute في البارت a p A intersect B. من السكند ريليشن اللي هي P of complemental B given A احنا عندنا ال A ده بيساوي ال P of A intersect complemental B او complemental B intersect A نفس الشيء تقسيم P of A وده بيساوي ال P of A minus P of A intersect B. يعني شلنا من ال A أي probability لل B أو جزء ال B تقسيم P of A. ال left side عندنا ب 9 over 10 هيساوي ال P of A 3 over 4 minus P of A intersect ال B اللي احنا عايزينها تقسيم 3 over 4. اذا 9 over 10 multiplied by 3 over 4 يساوي 3 over 4 minus P of A intersect ال B. اذا ال P of A intersect ال B هيساوي نوحد المقام على 40 يبقى 30 over 40 minus 27 over 40 هيساوي 3 over
40. ده البارت ايه؟ البارت بي طالب P of A given complemental B، يبقى محتاجين نحسب P of B أو P of complemental B، نجيبها منها. العلاقة الأولى اللي هي P of A given B يدينا ال P of B. ال P of A given B بيساوي P of A intersect B، ودي جبناها، تقسيم P of B نقدر نجيبها. إذن 3 over 5 equals 3 over 40 تقسيم P of B اللي عايزين نجيبها، ومنها نجيب ال P of complemental B. إذن ال P of B 3 over 40 تقسيم الليفت سايد اللي هو 3 over 5، نوحد المقامات يبقى 3 over 40 تقسيم نضرب في 8 يبقى 24 over 40، نشطب ال 40 مع ال 40 يبقى ال P of B equals 3 over 24 يعني 1 over 8. احنا عايزين في الاصل ال P of complemental B هيساوي 1 minus P of B، وبالتالي هيساوي 1 minus 1 over 8 يدينا 7 over 8. المطلوب P of A given complemental B، وده هيساوي P of A intersect complemental B تقسيم P of complemental B، أو نقول P of A minus تقاطعهم نشيل ال B تقسيم P of complemental B. كل حاجة عندنا هيساوي ال P of A 3 over 4 minus A intersect B حسبناها 3 over 40 تقسيم ال P of complemental B 7 over 8، نوحد المقامات على 40 يبقى 30 over 40 minus 3 over 40 تقسيم 35 over 40، ونشطب الدينومينيتورز مع بعض كلهم نفس الشيء 40، ده هيدينا 27 over 35. من final exam July 2016 question 6. Fill in the remaining branch probabilities for the three diagram given below. Then find the following probabilities. مدينا 3 diagram مش مكتوب عليه بعض ال probabilities، نكملها. البداية عندنا 2 branches، واحد لل A point 3 يبقى للإف الباقي من N1 اللي هو 0.7، الـ E تفرع لجي و H، الـ H 0.8 يبقى الجي الباقي اللي هو 0.2، الإف تفرع لجي 0.6 يبقى الـ H باقي الـ 1 اللي هو 0.4. طالب probability الجي، الجي ممكن نوصل لها عن طريق الـ E أو عن طريق الإف. ال E intersect ال G 0.3 في 0.2، ال F intersect ال G 0.7 في 0.6، ده هيدينا 0.06 ب
plus 0.42 يعني 0.48. ده البارت A. البارت B طالب P of F given G. P of F given G ده بيساوي ال P of F intersect ال G تقسيم P of G. ده قانون. وال P of G احنا لسه حاسبينه. ال F intersect ال G اللي هو 0.7 في 0.6 تقسيم ال 0.48 يعني 0.42 تقسيم 0.48 ممكن نقول 42 تقسيم 48 لو اختصرنا على الفور يبقى 7 تقسيم 8 يبقى ده البارت B. البارت C طالب E يونيون F. أي يونيون؟ هو P الأول بلس P الثاني ماينس تقاطعهم P E intersect F. ال P of E من الرسم 0.3، ال P of F 0.7 مفيش تقاطع بينهم 0 وبالتالي equals 1. طالب P of complemental E intersect H. complemental E هو ال F خلاف ال E في الرسم عندنا مفيش غير ال F intersect ال H. يبقى نشوف F intersect H ال F 0.7 ال H 0.4 يبقى 0.7 في 0.4 يعني 0.28. جاست ان احنا رسمنا او كملنا التري دياجرام كل البروبابيليتي السهلة. من final exam July 2016 question 7 a box contains 3 bad and 8 good batteries. A random sample of 4 is selected from the box. Let x be the number of bad batteries in the sample. Find the probability distribution of x. Find expected value of x. عشان نجيب ال probability distribution لابد نجيب probability الزيرو والون والتو والثري وطبعا الفور زيرو لان مفيش عندنا فور باد. probability ان الاكس equals زيرو ده هيساوي من الباد ناخد زيرو ومن الجود الايت ناخد كل الفور تقسيم التوتال اوتكمز من الالفن ناخد فور. ال بي اكس equals 1 هيساوي من الثري ناخد 1 من الايت ناخد الثري الريمينينج من 4 تقسيم كل الاوتكمز. p x equals 2 من الباد ناخد 2 ومن الجود الايت ناخد 2 بكده 4 على التوتال اوتكمز. p x equals 3 يبقى من ال 3 ناخد كل ال 3 ومن الايت ما ناخدش الا واحده بقيت ال 4 باتريز تقسيم ال سي 11 4. محتاجين نجيب كل الكومباينيشنز المطلوبة. نبدأ بالثري زيرو اللي هي هتبقى فاكتوريال الثري تقسيم فاكتوريال الزيرو في فاكتوريال ثري ماينس زيرو يعني فاكتوريال ثري تقسيم فاكتوريال زيرو فاكتوريال ثري. انا بعملها شوية شوية ولكن طبعا في ناس تقدر تعرف ان ده بيساوي وانا على طول. C
CN0 equals 1 و CNN equals 1. C31 طبعا ده بيساوي 3 مباشرة، ولكن انا هعملها شوية شوية على مضروب ال1 في فاكتوريال 3 ماينس 1. ده هيساوي فاكتوريال 3 فاكتوريال 1 فاكتوريال 2، يعني 3 تايمز فاكتوريال 2 تقسيم فاكتوريال 1 ب1 فاكتوريال 2، نشطب فاكتوريال 2 مع فاكتوريال 2 يديني 3. C32 طبعا نفس C31 لكن ايضا هنعملها شوية شوية. فاكتوريال الR اللي هو 2 فاكتوريال N ماينس R، يعني فاكتوريال 3 تقسيم فاكتوريال 2 فاكتوريال 1. فاكتوريال 1 ب1 ده 3 تايمز فاكتوريال 2 تقسيم فاكتوريال 2، نشطب فاكتوريال 2 مع فاكتوريال 2 يديني 3. C لس 3 3 طبعا ده ب1 ولكن برضو هنحسبها. فاكتوريال n تقسيم فاكتوريال ال r فاكتوريال n ماينس r اللي هو 3 ماينس 3. ده هيديني فاكتوريال 3 تقسيم فاكتوريال 3 فاكتوريال 0. فاكتوريال ال 0 ب 1 يبقى نشيل على طول مباشرة ده مع ده 1 وده ب 1 equals 1. خلصنا من الباد باتريز، نروح للجود باتريز. نبدأ ب C8 1، عندنا 8 1 و 8 2 و 8 3 و 8 4. 8 1 يبقى فاكتوريال 8 تقسيم فاكتوريال 1 فاكتوريال 8 ماينس 1، يعني فاكتوريال 8 وال 8 تايمز فاكتوريال 7 تقسيم فاكتوريال 1 فاكتوريال 7. زي ما احنا شايفين ده يتكنسل مع ده يتبقى 8. C 8 2 يعني فاكتوريال 8 تقسيم فاكتوريال 2 فاكتوريال 8 ماينس 2. نقول 8 تايمز 7 تايمز فاكتوريال 6 تقسيم فاكتوريال 2 اللي هي 2 تايمز 1 تايمز فاكتوريال 6. توقفت عند فاكتوريال 6 في النوميريتور عشان اشطب فاكتوريال 6 مع فاكتوريال 6. ده هيساوي ايضا 2 مع 8 يديني 4 فالناتج 28. C8 3 اللي هو فاكتوريال 8 تقسيم فاكتوريال 3 فاكتوريال 8 ماينس 3 اللي هو 5 يساوي 8 تايمز 7 تايمز 6 تايمز فاكتوريال 5 تقسيم فاكتوريال 3 3 تايمز 2 تايمز 1 تايمز فاكتوريال 5. نشطب فاكتوريال 5 مع 5 فاكتوريال 5 1 2 3 دوني 6 فالناتج 56. C8 4 ده فاكتوريال 8 تقسيم فاكتوريال 4 فاكتوريال 8 ماينس 4. ده هيديني 8 تايمز 7 تايمز 6 تايمز 5 تايمز فاكتوريال 4 تقسيم عندنا 2 فاكتوريال 4 تحت فنقول 4 تايمز 3 تايمز 2 تايمز 1 فكيت واحدة وسبت الثانية عشان تتشطب مع اللي موجودة في النوميريتور. 2 وال 3 تروح ضيع ال 6 وال 4 مع ال 8 يديني 2. ده كده هيديني 2 تايمز 5 ب 10 تايمز 7 70. مش فاضل الا C ال 11 4 فاكتوريال 11 تقسيم فاكتوريال 4 فاكتوريال 7 اللي هو الفرق بينهم، يعني 11 تايمز 10 تايمز 9 تايمز 8 تايمز فاكتوريال 7 تقسيم 4 تايمز 3 تايمز 2 تايمز 1 تايمز فاكتوريال 7.
نشطب فاكتوريال 7 مع فاكتوريال 7، عندنا 4 و 2 ب 8 مع 8 و 3 مع 9 ب 3 هيديني 3 تايمز 11 ب 33 تايمز 10 يبقى 330. دلوقتي نقدر نحسب probability x equals 0 اللي هي c 8 0 c لا c 3 0 مع c 8 ناخد ال 4 كلها تقسيم c 11 4 c 3 0 قلنا ب 1 c 8 4 70 تقسيم 330. هسيب نفس الدينومينيتور علشان هيكون موحد بين كل البروبابيليتيز. px equals 1 يعني هيساوي من ال 3 ناخد 1 ومن ال 8 ناخد 3 تقسيم ال c 11 4. طبعا كتبنا ده فوق ولكن بعيد كتابته عشان نعوض. ال 3 1 ب 3 وال 8 3 56 تقسيم 330 يعني هيساوي 330. حافظنا على الدينومينيتور 3 تايمز 6 ب 8 ومعانا ال 1 15 1 16. ال p لل x equals 2 c 3 2 c 8 2 تقسيم c 11 4. ال c 3 2 ب 3 ال 8 2 كأن ب 56 لا 28 تقسيم 330 يبقى 4 ومعانا 2 و 3 تايمز 2 ب 6 و 2 يبقى 8 تقسيم 330. ال p x equals 3 يساوي c 3 c 8 1 تقسيم c 11 4. طبعا من غير حسابات كنت ممكن تعرف ان سي 331 وال 81 ب 8 تقسيم 330. طبعا لازم مجموع البروبابيلتيز لكل بروبابيلتيز الاكس تساوي 1. طبعا هنا 8 نجمع 70 بلس 168 يعني 238 مع 84 230 يبقى 312 يبقى 312 بلس 8 300 لا مرة تاني 70 بلس 160 310 بلس 20 يبقى 330 يبقى 330 تقسيم 330 ب 1. يبقى دلوقتي إجابة الـ A هقول ان الاكس اي والبي اي الاكس اي يا ب 0 يا ب 1 يا ب 2 يا 3 طبعا يا 4 لكن دي بصفر. الزيرو قلنا 70 اوفر 330 ال 1 168 تقسيم 330 ال 2 ب 84 تقسيم 330 وال 3 ب 8 تقسيم 330 اما ال 4 فب 0. البارت بي الاكسبكتد نمبر اوف اكس هيساوي طبعا 0 في 70 ب 0 يبقى 1 في 168 تقسيم 330 بلس 2 تايمز 84 تقسيم 330 بلس 3 في 8 تقسيم 330 ده هيساوي 330 وفوق
168 plus 2 times 8 4 plus 3 times 8 مجموعهم 360. اجمعهم شوية شوية بإيدك مش آلة حاسبة في الامتحان، هيطلع 360. نقسم على 0 يروح مع 0 يبقى 36 تقسيم 33، نقسم على 3 يبقى 12 over 11. يعني قسمت على 30 في النوميريتور 12 في الدينوميريتور 11، وده الاكسبكتد نمبر اوف باد باتريز. من فاينل اكزام جولاي 2016 كويتشن 8 بارت A find the standard deviation for the sample of measurements 1 و 3 و 5 و 4 و 3 just 5 values. نقدر نبدأ بحساب المين اللي هو سيجما ال اكس اي تقسيم ال ان، ده هيساوي 1 بلس 3 بلس 5 بلس 4 بلس 3 تقسيم عددهم 5 9 و 7 16 over 5 يعني 3.2. مش ده المطلوب، المطلوب الستاندرد ديفيشن اس بيساوي سكوير روت لسيجما كل اكس اي ماينس الاكس بار اللي هو الافريج اللي لسه حاسبينه تقسيم ان ماينس 1، هنا طبعا في تربيع، يساوي وان ماينس 3.2 الكل سكوير بلس 3 ماينس 3.2 الكل سكوير بلس 5 ماينس 3.2 الكل سكوير بلس 4 ماينس 3.2 الكل سكوير بلس آخر قيمة 3 ماينس 3.2 الكل سكوير تقسيم 5 ماينس 1 يساوي 1. لما نطرح هيطلع الفرق يا بوزيتيف يا نيجاتيف، طالما هيتربع فمش هيفرق معانا هو بوزيتيف او نيجاتيف. 1 ماينس 3.2 يعني 2.2، طبعا هي مي هي نيجاتيف ولكن مش هتفرق زي بعض نحطها، ولكن لو ما حطيتهاش مفيش مشكله. 3 ماينس 3.2 نيجاتيف 0.2 الكل سكوير بلس 5 ماينس 3.2 يعني 1.8 الكل سكوير بلس 4 ماينس 3.2 يعني 0.8 الكل سكوير، وال 3 لسه حاسبينها نيجاتيف 0.2 الكل سكوير تقسيم 4. نربع كل element، طبعا مفيش آلة حاسبة فعلى راحتك بقى تحسب شوية شوية. عندنا 2.2 في 2.2 يعني 4 4 4 4 يبقى 4 8 4 يعني هيديني 4.84. البوينت 2 سكوير سواء بوزيتيف او نيجاتيف هيديني 0.04. 1.8 نضرب 18 في 18 8 ومعانا الفور يبقى 12 و8 1 8 تايمز 8 بسكستي 4
نحط 4 معانا 6 يبقى 4 1 وبعدين 8 1 يبقى 4 2 3 يبقى الناتج 3.24 ان عندنا 2 ديسمال بوينتس. البوينت 8 تربيع يبقى 0.64. البوينت 2.04 تقسيم 4 ده هيساوي نجمعهم برضو شوية شوية لان مفيش آلة حاسبة. ممكن نجمع الاتنين دول والتلاتة دول مع بعض نبسط الجمع هيديني 4.88 بلس عندنا 4 بلس 4 بلس 4 2 معانا ال 1 9 3 تقسيم 4 ده هيديني دلوقتي نقدر نجمع 2 مع 8 0 معانا ال 1 10 18 يبقى 8 معانا ال 1 3 4 يبقى 8 تقسيم 4. مش هنقدر نبسط اكتر من كده يعني. ممكن كتبسيط اخير ممكن تقول سكوير روت اوف 8.8 ونطلع الفور خارج السكوير روت ب 2. يبقى ده ابسط شيء ممكن نوصل له بدون آلة حاسبه.